طبعا احنا بنشكر يعني الشاب اللي قدر يمسكه، اسمه محمود، يعني ما اعرفش اسمه اتذكر في التقرير ولا لا، بس يعني انا عرفت الاستاذ عمرو الخياط دلوقتي ان هو اسمه محمود وهو قدر يمسكه. في الحقيقه كان شجاع، يعني ليه كل التحيه والتقدير. الحادث المؤسف ده يعني في الحقيقه يمكن برضو يمكن احنا عرفنا من شويه ان هو ثبت انه يعني كان بيتعالج نفسيا، وانه جات له حاله الهياج فجاه في القطر. يعني بقى في حاله غريبه في المجتمع المصري، ده ما كانش موجود من 4 5 سنين. يعني انا عارفه ان انت كنت عايز تعلق على حاجه زي كده، وفكره انه بقينا بننفعل قوي ممكن يبقى افعالنا بيبقى الرد فعل وحش قوي علينا وعلى الاخرين وعلى قرايبنا. بشايف ده ايه؟ ده تراكمات سنين طويله، دي مش حاجه حصلت فجاه. سنة 52 عملنا ثورة عشان نبقى دولة يعني كلنا زي بعض بقدر الإمكان، فمفروض نختلط اللي تحت واللي فوق واللي في الشمال واللي يمين ونتعجن ونبقى شخص واحد، دولة مدنية، رقم بطاقتي هو المهم، بدفع ضرائبي، بساهم في العلم في بلدي، مواطن صالح، مربي ولادي كويس، كل الولاد متعالجين، مفيش حد عنده بالهرسيا. شوفي كم حاجه بقولها لك. مرتاحين نفسيا، مفيش مشاكل كتير. طبعا انا مدرك وعارف ان في صعوبات لكل الحكومات اللي مسكت. مشكله فلسطين ارهقت الحكومات جامد جدا، فممكن نكون كنا مركزين في مشكله معينه ومش قادرين ناخد بالنا من حاجات كتير حصلت على مر الوقت. في الستينات بالذات حصل لنا حوادث جامدة، دخلنا في السبعينات ما خدناش بالنا ايه اللي بيتقال في الزوايا اللي بتتبني طول الوقت، وعلى اساس ان احنا شعب يقدس الدين واحنا شعب من الشعوب المؤمنة بربنا، مش عايز اقول عنصرين والكلام ده، لان طول عمر مصر فيها ديانتين، امون رع، مينا موحد القطرين العبقري خلاها ديانه واحده اسمها امون رع. وبعدين العبقري الدكتور يوسف زيدان، انا قريت مقالاته الشهر اللي فات في المصري اليوم، قال المصريين خدوا 300 سنه عشان يبقوا مسيحيين، وبعدين لما حصلت الفتوحات الاسلاميه خدنا 300 سنه عشان نبقى مسلمين. احنا نفس الناس دول، احنا طول الوقت بننشد ان نعبد ربنا بما يرضي الله، وناس مسلمين وكويسين قوي، لكن للاسف ما خدناش بالنا السبعينات والثمانينات والتسعينات حصل فيها زي ما تقولي اي حد بقى واعظ. انا اسف اني بقول كده، انا متربي يوم واحد في الاسبوع برنامج اسمه نور على نور يوم الجمعه، برنامج يوم واحد. أيوة. واخلاق مصر كانت تحفة، يوم واحد كان بيقدمه الله يرحمه الاستاذ احمد فراج الله يرحمه، وكان هايل، كان برنامج هايل والناس تطلع تسأل اسئلة، وكانت اخلاقنا ما حصلتش. بعد كده الظاهر شوفي مثل بلدي برضو، الشيء اللي يزيد عن حده ينقلب ضده. للأسف انا عايز اقول كلمة خطيرة جدا، في ناس مؤمنة، يعني أنا مؤمن بديني، أنا مسلم مثلا، اتولدت مسلم ومؤمن بديني، وفي ناس مشجع للدين زي مشجع النادي الأهلي مثلا، في الطرفين، في مشجع للديانة المسيحية وفي مشجع للديانة الإسلام، مشجع ده هو ده البني آدم الخطر، لأن احنا مش في صراع ولا هنلعب ماتشات المسيحيين ضد المسلمين كورة، ولا احنا أيام الرومان هنرمي المسيحيين للأسود ياكلوهم، ولا احنا متحضرين عن كده خلاص. احنا سنة 1432 هجرية، يعني كمان يعني الإسلام بقى راسخ والمسيحية 2011، يعني احنا المفروض ناس مستوابين، احنا المفروض الدين لله والوطن للجميع. يعني كان المفروض نوايا كويسة جدا كل حكوماتنا ورؤسائنا في التاريخ الحديث بتاعنا من أول جمال عبد الناصر حتى الآن، الحمد لله ناس راشدين وما هماش متعصبين دينيا. عشان كده الإسلام عاش في مصر بقاله 1000 سنة، والمسيحية عاشت مع الإسلام في مصر بقالهم 1000 سنة، ووصلنا للي احنا فيه ده. صحيح. لكن نقرأ التاريخ، نقرأ العمامة والقبعة لصنع الله إبراهيم، هتعرفي
شوية حاجات لأن في حاجات مش هنقدر نقولها دلوقتي، عايزين لنا أسبوع البرنامج شغال 24 ساعة عشان نعرف ليه الولد ده طلع عمل كده دلوقتي. دي تراكمات، تراكمات كمان اجتماعية يعني ما خدناش بالنا من ما ربناهوش حلو. لا لا دي لا، هو اللي حصل في حادث القطار حالة نفسية، حالة نفسية يعني. ما هو ده حصل بقى في أمريكا ذات نفسها، مبنى في أوكلاهوما اللي وقع ده واحد متطرف أمريكاني ولا هو بقى من أفغانستان ولا بتدخل وقع مبنى بالظبط يعني الدنيا كلها كده. نرجع بقى للرقص، نرجع لكلامنا. ربنا يعني يعدي الأيام دي على خير إن شاء الله. هتعدي إن شاء الله بإذن الله، ولا حاجة في عقرب ثواني مصر. صحيح. ولا حاجة دلوقتي انت يعني انا سامع ان انت داخل في اكتر من حاجة، وحاجة جديدة زي ما انت معودتنا دايما. يعني انت في الوقت الحالي بتكتب فيلم، مش هسألك طبعا عليه، انا عارفة ان الحاجات دي كلها بتبقى لسه في البدايات يعني، وتقريبا ناوي انت تخرجه. يعني اخترت سكة تانية ليك، هتبعد عن التمثيل وعن تقديم البرامج؟ انا همثله. انت اللي هتمثل فيه؟ انا همثله طبعا، لان في حاجات خاصة جدا كذا مرة أبقى عايز أقولها. وبعدين أنا بصي أنا ابن مخرج، فالمخرج ليه قدسية عندي فيهاش فصال، وبعدين أنا محترف. فالمخرج لما يقول حاجة ما بتنقش، درش أكسر الكلام خلاص، محترف إلى وأحب المحترفين، وأحب الكاميرا تبقى 10 يعني أبقى أروح 10، ما أحبهاش تبقى 12 أو شابة جديدة تقعد في المكياج 4 ساعات وبقول لها أنت وحشة بقى، قعدت 4 ساعات تبقي وحشة أو المكير بتاعك ما بيعرفش. حب الحاجات محترفة إلى أبعد الحدود. في حاجات خاصة جدا وفي مرحلة سنية معينة الواحد عايز يقول حاجات جواه، حاجات جواه يعني نقول بيقولوها مورال، يعني يبقى الفيلم ليه معنى أو الشخصية عايزة تقول نقول إيه من ورا ده. ممكن محدش يعرف يترجم ده إلا أنا، لأن ممكن دي حالة خاصة، وأنا بعمل كده بكتب عن ناس عرفتهم أو مجتمع معين أنا عشته، لأن أنا عشت مجتمعات كتيرة قوي وتنقلت في وسط مجتمعات كتيرة، وعشرت فلاسفة وعشرت صعاليك وعشرت كل اللي أنت عايزاه. فالقماشة موجودة دلوقتي إن إحنا نحط الناس دي، بس لما نحطها لازم يبقى فيلم فيه إيموشنز، يعني مشاعر، أحاسيس ومشاعر. أنا عايز أقدم مشاعر بقى، يعني مش مشاعر طالع بحب واحدة، في مشاعر يعني تخليكي فعلا جسمك يقشعر، حبك لبنتك، حبك لابنك، الحاجات دي. ولادنا بيفلتوا مننا، ولادنا عايزين يبقوا ايه؟ عايزين يغنوا راب ليه؟ عايزين يبقوا ناس تانية ليه؟ واخد بالك الفيلم في سكة حاجة اجتماعية، حاجة واقعية من الحياة. يعني غصب عني في حاجات ضحكت في وسط قضية كبيرة قوي، بس الظاهر شر البلية ما يضحك. يعني انا عايز بس اقول رسالة للناس، احنا مش كده. يعني احنا يا جماعة حاجة كويسة قوي. صحيح اللغة اتغيرت وبقى يقولوا حد، يقول لك حد كويس مش واحد كويس، حد كويس. انا بتضايق جدا بيقول ده حد كويس. وناس كتيرة فقدت معاني في اللغة العربية، وانا قبل كده قلت على الهوى كذا مرة إن اللغة العربية الفصحى في ناس كتيرة جدا في مصر يجهلوها. أنا أتحدى، وطارق علام أثبت ده لما كان بيوقف يسأل سنة كام هجرية، محدش عارف. تصوري محدش عارف حاجات كتيرة، ومع ذلك هم يعتقدوا إنهم يعرفوا اللغة العربية. وحزنت جدا وهقولها على الهوا دلوقتي، إن بقينا نغير المفاهيم. وأنا هسألك، أنت شكلك شاطرة في اللغة العربية، لما أقولك تجنب أقوى من ممنوع؟ تجنبي شرب الشاي بالليل اقوى من لما اقول لك ممنوع تشربي الشاي؟ ممنوع ممنوع. تجنب اقوى من المنع؟ لا طبعا. انا حزنت جدا لما اتقال في برامج ان التجنب اقوى من المنع، هنبوظ معلومات ولادنا. ما نقول بصراحه ممنوع يعني والا تكتبوا على الاستوديو ده تجنب التدخين. لو هو اقوى من ممنوع ما تقوليش ممنوع التدخين. صح. بقى قولي تجنب التدخين. فمش عايزين نبوظ معلومات. احنا عندنا اولاد هدية من ربنا، دي اكبر هدية من ربنا سبحانه وتعالى. عندك يوسف؟
انا عندي يوسف وسالم ما شاء الله. ما شاء الله ربنا يخليك. بس انا مش بقول على اولادي انا لا بقول على اولاد الوطن. انا بالصدفه حبيت اسالك. يوسف هو اللي بيدرس في هو في اخراج مع سينما ان شاء الله يبقى مخرج ان شاء الله. وسالم لسه في المدرسه. ما حدش فيهم غاوي تمثيل يعني؟ الاثنين يوسف مشاريعه وبيمثل فيها. انا قلت له يا ما تغلطش غلطتنا لان السينما ابتدت تشارلي شابلن بيخرج الفيلم ويمثل الفيلم بيكتب الفيلم وعمل مزيكا رائعة لمعزوفة اسمها ليم لايت اللي هي أضواء المسرح شديدة الإحساس وعبقرية. فأنا عايز أعلم الجيل الجاي ما تغلطوش غلطتنا دي. اوعوا تصدقوا حكاية صاحب بالين كتاب والكلام ده. صاحب بالين في مهنتين إنما جوه السينما بتعرف تعمل كل حاجة. عايزاك تبقى بتمنتج وبتلعب مزيكا يا جماعة اسمه ايه كيفن سبيسي ده الممثل اللي عامل امريكان بيوتي كيفن سبيسي مسك جيتار ولعب جامد جدا وغنى وعامل فيلم كله غنى وريتشارد جير بيغني والناس دي ما فيش حاجه اسمها وانت بقى هتغني ان شاء الله بقى وتمثل هغني وامثل الفنان فنان لازم والا احنا بقى نبقى يعني صحيح. احنا خلاص وقتنا انتهى بس طبعا عايز اسالك على سحر رامي الفنانه النجمه الجميله اللي بعدت شويه داخله معاك في الفيلم الجديد في فيلمك؟ لا سحر مش معايا في الفيلم ده بس هي مع عمر عبد العزيز حبيبي بقى في مسلسل مع الفنان الكبير نور الشريف. الله. فانا مبسوط لها قوي انها مع دول طبعا. حسين الامام انا بشكرك جدا ان انت كنت مشرفني النهارده واتمنى انه يعني تكون حياتك الجميله واحساسك دايما بان الحياه حلوه يكون اتنقل للساده المشاهدين. انا بشكرك جدا. متشكر جدا وانا ميرسي قوي. كل سنه وانت طيب. سنه جديده يا رب تبقى حلوه علينا كلنا ربنا ان شاء الله يا رب. مشاهدينا بنشكر حضراتكم وبكره ان شاء الله يوم جديد.